جديد؟ السلام عليكم مشاهدين، دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ غنديروا اليوم وصفه ديال فقر الدم. مجربه العدس البلدي، غسلته ونشفته وحمرته شويه في الفران غير باش يتكمل، باش طحنوا لينا مولينيكس. طحنتونا في مولينيكس، طحنتو حتى ولا غبره. ها هو يعني حطيت منه هنايا معلقه. مزيان، وصفة مجربة. إلا فطرتي بها مع الصباح بنص ساعة غادي كتحس بعظامك منقودين، وتقدر واحد الحاجة وعظامك خفاف وزوين، بحال كتحس بشي قوة. كنا نشدو دالون وكنديرو فيه معلقة ديال هاد ديال العدس مطحون بحال هكا، معلقه غتخلطوه بحال هكا، غتخلطوه وغادي تشربوه مع الصباح. مع الصباح على الريق بنص ساعه، غادي تتبعوا هاد القضيه 40 يوم وغادي بنادم تيحس لاباس. العدس البلدي، العدس البلدي راه مزيان بالحديد ومزيان الناس تاكلو بعدا، وخا غير مره في السيمانه وخا ديري كاع جوج مرات. العدس مزيان بالحديد، مزيان فيه الحديد. ايوا هاد الوصفه انا جربتها وصدقات ليا مزيانه. ايوا المشاهدين، هادشي اللي كاين، هاد الوصفه انا نديرها دايره، وقلت نستافد يستافد معايا شي حد. دخلوا اليوتيوب وشوفوا داكشي وصفات ديال هاد العدس، راه مزوينين ومزيانين للمريض فقر الدم. كاين المسكين اللي كيكون عقال صوص خفان وما قاد يدير والو، هذاك راه كيتسمى حتى هو فقر الدم. افطروا بهذا الحديد زوين، وما تكون ان شاء الله غير شفاء للجميع. واحد لايك وابونيو ودخلوا عند ماما للصفحه ديالها في الفيسبوك. شكرا الزنوبه. ايوا اخوتي اخواتاتي، هذا الشيء اللي كاين، وبسلام عليكم، والله يجيب الشفاء للجميع، وشكرا.